تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر مثالة في الأمن الحضاري الرابع والقريش بأمن القاعدة الإدارية باب الواد من تفكيك شبكة إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة والترويج بالمؤثرات العقلية تتكون من 3 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 25 و 35 سنة. العملية مكنت من حجز كمية معتبرة من المؤثرات العقلية المقدرة ب 900 قرص، كما تم استرجاع مبلغ مالي من عائدات الترويج قدر ب 26700 دينار جزائري وهاتفين نقالين يستعملان في ترويج المؤثرات العقلية. بعد الحصول على إذن بتمديد الاختصاص تم تحديد مصدر هذه الأقراص والتي تم اقتناؤها من صيدلية بطريقة غير قانونية، وبعد استكمال الإجراءات الجزائية سيتم تقديم المشتبه فيهم أمام النيابة المختصة إقليمياً.